لا، موضوع الرضا الدولي، يعني هناك بعض الرسائل التي وصلت إلى الفواعل السياسية في داخل الحكومة العراقية، الفواعل الموجودة في الإطار التنسيقي، وصلت رسائل أو ملاحظات، لا نريد أن نسميها رسائل باعتبار نحن لا نقبل أن يكون هناك أي تدخل خارجي من قبل أي دولة، سواء كانت إقليمية، مجاورة، دولية، عالمية، ما إلى ذلك من المسميات. هذا الأمر مرفوض في التدخل في تشكيل الحكومة المقبلة أو في اختيار بعض الشخصيات، ولكن نقول أن هناك ملاحظات على بعض الشخصيات قد تؤخذ في نظر الاعتبار أو قد ترفض ولا يمكن أن تأخذها في نظر الاعتبار. فبالتالي المحددات الرئيسية التي تم وضعها من قبل الإطار التنسيقي لاختيار شخصية رئيس الوزراء المقبل خلال الفترة المقبلة هو أولاً أن يكون هناك ثقة ما بين الأطراف السياسية لهذا الشخص، الثقة المتبادلة لأن يكون هناك عمل قوي خلال الفترة المقبلة. الشأن الآخر وهو البعد الإقليمي والبعد الدولي لهذه الشخصية الموجودة التي ستكون لهذا المنصب، والجانب الثالث وهو رؤية النجف الأشرف بهذا الخصوص ورأيها بهذا الموضوع. فبالتالي توافر هذه الثلاث صفات في هذه الشخصية سوف يؤهل إلى إنشاء حكومة وإنشاء معادلة. We'll be right back.